كلنا عارفين ان السكر من اكتر الامراض اللي بتاثر على القدره الجنسيه، ويمكن اخر بحث قال من كل 3 عندهم سكر 2 عندهم ضعف جنسي، وتاثير السكر السلبي بيزيد مع طول المده مش مع ارتفاع السكر، فاللي بقاله سنه اللي بقاله 2 اللي بقاله 5 اللي بقاله 10، كل ما مده السكر زادت كل ما التاثير السلبي زاد حتى لو كان مظبوط طول المده دي. وهنا تكمن المشكله ان الموضوع خداع شويه، المريض بيجي له سكر ويقعد محتفظ بقدراته الجنسيه طبيعيه لمده 5 او 10 سنين، ويقعد يقول يا جماعة انتوا بتقولوا السكر بيأثر على القدرة الجنسية ما انا كويسة، ومش قادر يفهم ان تأثير السكر موجود كل يوم لكن هو مش واخد باله، لغاية ما هيجي في وقت تبتدي الأعراض تظهر وساعتها بيكون العلاج صعب. عشان كده احنا عايزين نوضح في الحلقة دي من عالم الرجال انه مريض السكر مش لازم يستنى لما الاعراض تظهر معاه، مريض السكر من اول يوم بيتشخص ان عنده سكر يبتدي ياخد خطوات جدية انه يحافظ على قدراته الجنسية، اهمها على الاطلاق طبعا انه يحافظ على مستوى السكر عنده انه ما يرتفعش، ويحافظ على اكله وطريقة اكله ويمشي على نظام غذائي معين عشان ما يرفعش سكره، ويحافظ على السكر التراكمي ما يعديش 6.5 او 7. الحاجة التانية طبعا ممارسة الرياضة، من اهم الحاجات اللي هتفيد مريض السكر انه يظبط سكره وفي نفس الوقت يحتفظ بقدراته الجنسية، يبتدي ياخد حاجة للاوعية الدموية، يبتدي ياخد حاجة للاعصاب الطرفية، كل دي حاجات مهمة جدا لمريض السكر انه من اول ما يتشخص سكر يبتدي يمشي عليه مش يستنى لما الاعراض تظهر. بالحالة دي نقدر نأخر تأثير السكر السلبي على القدرة الجنسية قدر المستطاع، كده كده هيبقى فيه تأثير لكن هنأخره بصورة كبيرة بحيث ان حتى لو ابتدت الاعراض تظهر متأخر نقدر نعالجها بسهولة. من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا ان المريض سواء مريض سكر او غيره مجرد ما بيبتدي ان عنده يحس ان عنده مشكلة بيلجأ للمنشطات، فبيبتدي يحس ان الامور ماشية بقى لمدة شهور او سنين هو مش قادر ياخد باله ان المرض موجود وكل ما ده عمال يزيد، هو كل حكاية زي واحد مريض بدل ما يتعالج بياخد مسكنات. بيبتدي امتى يفكر يستشير طبيب؟ لما المنشطات دي تبطل تجيب نتيجة، في الحالة دي بتكون الحالة فعلا متقدمة جدا والعلاج بيبقى صعب. فيا جماعة المنشطات الجنسية عمرها ما كانت علاج، دي مسكن. في فرق ما بين اعالج المرض او اعالج العرض، هنا احنا بنعالج العرض فقط لكن سايبين المشكله تزيد، فدي من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا احنا كاطباء ان المريض بيجي لنا متاخر. اللي ايه اللي خلاه اتاخر؟ طول الفتره اللي هو بياخد فيها منشطات جنسيه فياجرا او غيره وحاسس انه كويس. طيب انا كطبيب ذكوره جالي مريض سكره وعنده ضعف جنسي، والحقيقه ان احنا لو صنفنا عدد الحالات اللي بيجي لنا مثلا هنلاقي ان 80% منهم مرضى سكر بيعانوا من الضعف الجنسي. اول حاجه لازم بنشوف سكر المريض ده ايه، سكره التراكمي ايه، وبنبتدي ننصحه انه يشوف دكتور السكر بتاعه يظبط سكره كويس، يمشي على نظام غذائي معين بحيث ان سكره ما يرتفعش. بنبتدي نعمل فحوصات نشوف نسبه الهرمونات عنده ايه، لان السكر برده بيأثر على مستوى الهرمونات في الدم. بنعمل اشعه على العضو الذكري نشوف تاثير السكر السلبي على الاوعيه الدمويه. السكر من الحاجات اللي بيعملها انه بيرسب ماده الكولاجين جوه انسجه العضو الذكري، فبيعمل نوع من انواع التليف، فيبتدي المريض يحس ان حجم العضو عنده انكمش، ونبتدي ندي ادويه تدعم انسجه العضو الذكري، تضخ الدم جوه العضو الذكري، ادويه للاعصاب الطرفيه. شريحه كبيره من المرضى بيستجيب للعلاج. في مرضى بيحتاجوا وسائل علاج مساعده زي حقن البلازما او جلسات الموجات الصدوميه. بيتفضل شريحة صغيرة خالص بنضطر نلجأ معاه للتدخل الجراحي اللي هي عملية الدعامة. هنا بيجي السؤال الأشهر، طب يا دكتور أنا مريض سكر هينفع أعمل عملية الدعامة؟ طب والجرح؟ ده بيقولوا إن جرح مريض السكر مش حلو. الحقيقة إحنا بنقلق من جرح مريض السكر الجرح الملوث، اللي هو واحد ماشي اتخبط في رجله صباعه اتعور أو حاجة دخلت في رجله. هنا ده جرح ملوث فعلا ممكن يسبب لنا مشكلة ونجد صعوبة في التئام، لكن جرح العملية الجراحية ده جرح مفتوح بالمشرط الجراحي تحت تعقيم كامل في غرفة العمليات،
بيتقفل بغرز جراحية، ده جرح ما فيهوش أي مشكلة أبدا في التئامه لأنه جرح غير ملوث، فبالتالي مريض السكري يقدر يعمل كل أنواع الجراحات بدون مشاكل. فمريض السكري يقدر يعمل المرارة، الفتق، بيعمل قلب مفتوح وبتعدي وما فيهاش أي مشكلة. عملية الدعامة زيها زي أي عملية من دول، احنا بنفتح الجرح تحت تعقيم كامل بمشرط جراحي وبيتقفل، فاذا ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق. لكن ده ما يمنعش ان احنا من اهم شروط عمليه الدعامه ان احنا نظبط السكر كويس خالص قبل العمليه، والفتره اللي هي بتاعه التئام الجرح بعد العمليه على الاقل لمده 10 ايام او اسبوعين لازم السكر يكون مظبوط جدا، لان ده بيسرع من التئام الجرح وبيسرع من تحسن المريض. لكن احنا بنطمن مريض السكر ان مفيش اي قلق خالص ان انت تعمل عملية الدعامة، مفيش خوف من النقطة دي. لكن طبعا زي ما اتفقنا عملية الدعامة دي اخر حاجة هنلجأ لها، واحنا بنقول للمريض انت تقدر تتجنب كل ده ان انت مجرد ما اتشخصت ان انت مريض سكر تبتدي تاخد احتياطاتك، تمارس رياضة، تنظم اكلك، تاخد ادوية تدعم انسجة العضو الذكري، تاخد ادوية للأوعية الدموية وللأعصاب الطرفية، هتقدر تعيش حياتك بصورة طبيعية لأطول وقت ممكن. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج عالم الرجال. دمتم بصحة وسلام.